الثقة هذا الشيء هو حنا مش خايفين، خايف من تفقد الثقة، يعني غادي يكون واحد توجه لأسواق أخرى كما قلنا في دول أخرى غادي يمشوا للدول المنافسة. يعني حنا بغينا نحافظوا على هذه الأسواق كما سبق ونشرت في السابق، راه 20 سنة ما بغيناش تمشي يعني سودان، حنا بغينا نحافظوا حيت كما قلنا التداعيات كيقول لك التاجر هذا السلعة اللي سيفطي ليا باش غادي نبيعها، راه ماتش باش كتباع. يعني حنا راه ماشي ضد القرار، حنا مع القرار، يا غير يعطونا واحد النسبة باش حنا نبقاو مستمرين ونحافظوا على. يعني القرار كتشوفوه صائب؟ هو ماشي صائب 100%، خصني حتى حنا يعطونا واحد على الاقل 50% باش نبقاو حتى حنا مستمرين. اظن بان السؤال ديال الجواب عليك اللي قلت لك واش قرار صائب ولا غير صائب، حنا كنهضروا على قضيه ديال تزويد السوق الوطنيه والمحافظه على الامن الغذائي ديال البلاد. هذا الشيء لا يختلف عليه الناس، حنا مغاربه واللي غتقيس بلادنا غتقيسنا حنا الاولين، وحنا اللي معروف كما قلت لك على الفلاحه ديال المغرب، راه معروف على التضحيه، وراه لا يمكن بانه نخليو ولادنا، راه كنموتوا على بلادنا ونموتوا على سيدنا. هادشي باش يكون في العين ديال الجميع، وحنا مع انه يكون واحد التوازن، هذا التوازن هذا كنهضر حنا كنشوفوا برؤيه اخرى، كيفاش انه نحافظوا على هذا التوازن بانه المستهلك ما يتضرش، كيفاش انه بلادنا نحافظوا على الاستثمارات ديالنا الخارجيه، يعني انه الاقتصاد ديالنا، وكنهضروا على الازمه الكبيره اللي قلنا كوفيد، وازمه اخرى اللي هي جايه، وهو المشكل اللي كاين ديال الحرب اللي كاينه في اوروبا دابا، يعني راه غيكون عندها اثار خطيره وخطيره جدا على الاقتصاد العالمي. محمد نائب رئيس الجمعيه المغربيه لمصدر مختلف السلع نحو افريقيا والخارج، غير فيما يتعلق بالارتفاع ديال السعر ديال الطماطم في السوق المغربيه، صدر قرار بالنسبه لنا من طرف المؤسسه المستقله لمراقبه وتنسيق الصادرات باش نوقفوا هذه الماده هذه بالتصدير نحو الاسواق الافريقيه. احنا مع التوجه ديال الدوله يا غير ما ننساوش باش نحافظوا على الاسواق، لانه تقريبا واحد المده ديال 20 سنه وحنا في هذه الاسواق هذو، بغينا ان شاء الله واحد يعني واحد الكيفيه وواحد الطريقه باش نبقاو ان شاء الله محافظين على الاستثمار في هذه الاسواق، لانه كان دول كتربص بهذه الاسواق هذو كالجزائر كمصر كجنوب افريقيا. المهم احنا ان شاء الله بغينا احنا مع الدوله، وانما مع قرار ديال الدوله، وانما بغينا احنا في المقابل نحافظوا على الاسواق، الالتزامات مع الدول الافريقيه على كل حال في القضيه ديال الطماطم هو لابد تكون واحد النسبه ولو قليله في الشاحنه باش هذاك التاجر حتى هو اللي في السوق الافريقيه باش هو يشوف الطريقه باش يدبر السلعه ديالو السلعه الاخرى. كيفاش حنا كمغاربه غادي نساهموا جميع، ما كنقولش غير الفلاحه، انا وانت والاخر والاخر، من اجل انقاذ البلاد ديالنا. عرفتي البلاد اللي غادي تجي قدام هي اللي كتستطاع باش تلم وتكون وحده من اجل الخروج باسباب اسرع وقت ممكن ان شاء الله. حنا واحد وغنتلموا نكون واحد باش نخرجوا من هذه التداعيات اللي كنعانيو منها اللي خلات لنا كورونا، لانه يالله وصلتنا المشاكل ديال كورونا، وصلتنا البلاد ديالنا والاقتصاد ديالنا، زدنا عليها تداعيات اخرى اللي ما كنتحكموش فيها. ولكن كنقولوا بانه الشعب المغربي واعي وعارف اش كيدير، وعارفين بانه الى التامينة واتحدنا بيناتنا من اجل الحفاظ على الامن ديالنا، ومن اجل الحفاظ على الاقتصاد بصفه عامه، لانه الوقت اش كنهضروا على الاقتصاد التصدير الاوروبا او لا تصدير الافريقيه ما كنشوفوش فيه غير القضيه ديال مطيشه الوطن، فيه حتى استمراريه ديال الاقتصاد ديالنا والعجله ديال الاقتصاد ديالنا خصها تدور باسرع وقت ممكن. توقفات واحد الوقيته، جا الوقت انها بدات تدور، الوقت فاش كتضر عندها التداعيات ديالها، ولكن نكونوا كشعب واعيين ونكونوا متحدين من اجل انه نوصلوا البلاد ديالنا لاعلى القمم ان شاء الله في احسن الظروف وبوعي وبمسؤوليه ديال الجميع. ما نتسناوش نصيدوا الفرص ونصيدوا في الماء العاكر، راه هادشي كيضر بلادنا وكيضر الاقتصاد ديالنا، وحنا في غنى عنه. حنا بركه علينا انه عندنا المنافسه الخارجيه وعندنا الاعداء ديال الوطن، حنا هذوك هما الاعداء ديالنا ونمشيو في هذا الاتجاه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.